مساء الخير. عم نقرب أكثر وأكثر من اللقب. الطلاب الأربعة بيستاهلوا، لكن طالب من بينهم رح يكون حامل لقب ستار أكاديمي لهالموسم. صوتكم مشاهدينا هو يلي بيحدد النتيجة. هايدي، مروان، محمد أو نسيم، فما تترددوا تصوتوا. لهايدي من مصر على الرقم 1، مروان من لبنان على الرقم 2، محمد من مصر على الرقم 3، ونسيم من تونس على الرقم 4. بداية حلقتنا الليلة مع وعية الطلاب على طريقة سهيلة. نسيم فيناليست نود مش نايمين نحن بليز خلص طيب اتس اوكي سهيلة يلا اصحوا يلا في عنا سبور مروان سهيلة مروان ليك صحيح سكوت اوكي مروان بقى نجيك انت نبدا بيك ماشي مروان بونجور حنان ورفيال اشتاقوا لبعض ورجعت الأكاديمية تجمعهم بلقرقص كثير شو قلت لك كثير؟ أنا كمان ها؟ وأنا كمان والله اشتقت لي مش مبين كثير بس إنه إيه حلو برني جمالك مع أحلاكي أبريني هالغميزة تحكي تبين على التلفزيون؟ أنا ما تشوف توقع على تبين حنا بياخذوكي كلوزات هيك على وجهك تبين عن جد؟ وحياة الله كنت عم تشوفني أنا عم ببكي؟ ما بعرف عن جد وحياة الله حسيت فراغ مش طبيعي هلا ايه بيقولوا لي العالم هلا بس انه تطلعي وهيك كل شيء بيكون تمام تنسي وما بعرف شو هي. دجي بيرجع لك. بيرجع لك كمان. أنا ما رجع لي وما قبله. بتحلاية أنت. The beats of style. أنت بتحلاية. أنت كمان كثير. أنت كثير متحلاية. أنت كثير. بركي واحد بس يشتاق للثاني بيتحلى. بركي. اشتقت للشاي. عملي لي شاي؟ شو بدي؟ صبري ليه زعلانة؟ معقول عندي زعلانة؟ ليش معصبة؟ طب أنا جيت، شو بعدك معصبة؟ أكيد أنت صح أنت اللي مصبرني يعني ما طعم بحكي لك ليه؟ شو بدي؟ عادي أنا ما بحب أحكي وحداً واقف. ما شيء جداً في هون. وأنت بعدك هون وأنا حدي. وليه حتظهر؟ يعني أنا ظهرت يا حنة ظهرت 7 أيام. صدقيني ما لحقت شوف شيء انصدمت وفتت.
يعني لو طلعت جمعة الماضي انه طلعت ورجعت تحت وجيت انا هيك قلت انه طلعت بطل رايح جمعة بالرياض الجاي ما رح اعمل شيء والله العظيم بس انه اكثر انه اوكي نايم بتختي وبالبيت بس يا حنان ايه جاي جاي شاي طب يلا بس بس انت رفايل رفايل في اعطيك تيشيرت اجاك مش تيشيرت في شيء اجاك هلا بعطيك اياه اوكي رفايل خد طلع شو فيه انا عندي نفس الشيء بس he's my friends يا مخدوم هلا فهمتني ما تنسوا تتواصلوا مع الطلاب عبر فيسبوك انستغرام وتويتر يوسف قرر يكتب اسماء الطلاب بكل الاكاديميه حتى يبقوا ذكرى بريك صغير مشاهدينا وبنرجع نحن وياكم لحلقتنا منتابع حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي إيهاب زعل من سهيلة لأن ما صبحت عليه عند الوعي مش كاين صباح قلت لك صباح الخير ما رديش عليا شفتني قلت لك صباح النور حنان قال لي صباح الخير قلت لها حنان قال لي صباح الخير قلت لها صباح أنا نهضر على روحي أنا طلعت طليت عليك من قلت لك صباح النور أسيدي مالا اسمح لنا ما شفناكش ما شفتكش قلت لك على دابا قلت لك على البارح ما كاين والو شو البارح واش كاين البارح كنت ريبيتي قلت لك اروح ليا قلت لي لا لا تي اروحي ليا واش انا نجي لعندك علاش تما تجي جيت قرب شويه شايفني قاعده اولا عارفني ملي نقدرش نوضو نقعد بزاف كندوش لك على قاعده ولا اجي ولا اجي قلت لي اجي قلت لك مالك البارح قلت لي بس تغير فيك اللون مالك تغير في اللون ما والو كنت تعبانه برك كنت نعسانه تعبانه كنت حابه نرقد هذا ماك ومن بعد وليت كي طلعت نرقد قلت لها ترقدي انا صح كنت نعسانه وبعد تفكرت بلي عندي غنية ومنش سمعتها خلاص هذه ما نعرفهاش قلت نهبط أموان نسمعها شوية قبل ما نرقد هبط سمعتها طلعت قلت لهم صبحت شوية حافظتها هذا مكان هاش كاين وجيت صباح ونورمال قلت لك صباح الخير ركضة ألو لمن عيطة هاتي هاتي أنا نعيط هاتي هاتي تشوفي بستيل بوردو الو الو ماما صافا لاباس شتي شتي المقرون تاع هوبا ايه ايه بوغارنا هذاك شتيك فاش يدير لعبها مع الرجل يبون بعدي انا صح ماما مش مقلقه ما ليش صح صح ايه على بالي على بالي بعديش نكبر بالي معليش ما كاين والو ماما ما كاين والو عطيني غير هذا كيما كيما نفهموش انا شكون راح يفهم عليه بصح اللي قلقني كي يلعبها مش فاهم على وش بيا هذا صح هذه الحاجه اللي تقلقني ماما انت غير شفتيني بلا كام عرفتي وش بيا كيما زعما هو ما عرفش هذه اللي قلقتني انا البارح ها
نقولوا بلع فمك ما انتهاش فيه ما نقيموش. خلاص صح صح خلاص دقيقه ماما صح باي باي. عادي لا صدقتي عادي لا وحق ليلى قلت لك لاعب ما فهمتش ليه لاعب ما فهمتش نهضر مع ماما انت واش دخلت كنت معني عليا انا كيف تلعب مثلا سبحان الله العظيم ديجا نهضر مع ماما واش موقفك هنا عاد ما كتجاك عليا اش عندي عندي ديجا امور بزاف من شلات يا بيك ما كيقبل حي جمال ها نحيد ما كاين لا نحيد ديك لا نحي رجليك ما كيقبل حي جمال نحي عارفني على واش راني متقلق علاش راك مقلق ما نقولش ما نهضرش ما عندكش الجرأة باش تقولي لي ما عنديش الجرأة صباحك ما عندي الجرأة مش قادر ما عندكش الجرأة باش تقولي لي خلاص اي ما عنديش لا قنعيني انني انا قلقت ما قنعاش واش انا متقلقة حمقى مجنونة قلت لك واش تحوس انا حمقى انا حمقى انا مجنونة انا متقلقة من والو دابا تسني قولي علاش مقلقة نقول لك انا واش انا فعلت دابا دوز معايا بعقلك وصافي ما نهضرش ما نقولش انا دابا جمع معايا سهيله والله الا كندو معاك بصح هوبا والله انا نهضر مني دابا كندو معاك بصح عطيني ستيلو لا ما دي ستيل تن وجمع شوي فيا وجمع معايا قولي شي حاجه اللي درتها انا قلقاتك ونشوف انا واش غنتفق معاك ولا ما ابن عمي ما درت لي والو انا غير نهضر اف هضرت مع ماما في التليفون حصل دوكا ما كاين والو ما كذب كده عيد بليا وقول لي علاش كنت قلق ويش ندك لي والو والو بروش ولا والو والله والو قول لي شنو لا ماشي والله والو ماشي ما لعبناش ما فاهمش حيت البارح انا ما درت حتى شي حاجه اللي واش نهضت عليك ولا شدك الحال درت فيك قلت لك شي حاجه تهضر فيا تهضر فيا نهضر معاك عطيني ستيلو وما عرفت اش درت لك تلعباش ماكش فيها ما تلعبش ما قول لي والله ما فاهم شي حاجه بالله العظيم عطيني تعرفي الله اللي حنا خلاص إيه يكفيني سوكا فاهمه صاي والله ما فاهمه والو والله ما فاهمه سكينه لا 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 ما تجيش سكينه ما تجيش ما تجيش ما تجيش ظهري والله ظهري ما تجيش سكينه امشي امشي هيا نروح انا وياك نروح التواليت راح للتواليت انا وياك سكينه بنت بلادي إذا حابين تعيشوا تجربة مثل طلاب ستار أكاديمي هالموسم، إذا عندكم الصوت الحلو والطموح الكبير، ادخلوا على موقع البرنامج www.starakarabia.com قوموا بتعبئة الاستمارة وحملوا الفيديو بصوتكم. بريك ومنرجع. عودة لمتابعة حلقة الليلة من يوميات ستار أكاديمي. كارلا رميا زارت الطلاب غنت لهم لترحب فيهم وهن بدور غنولة. كيف حالك؟ سوكا بونجور الحمد لله على السلامة أهلا وسهلا هلا بنغني لهم طلوا حبابنا كيفك ما بعرف يوسف اشتقنا لك أنا بالأكثر وأنت أكثر واحد اشتقنا لك احنا اول شيء بدنا نقول لكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا فيك وطلوا احبابنا طلوا نسر يا هوا بلادي بين ربوعنا حلوا ضحكة الهراب الوادي بالفيات غنينا وعلى المياط تلاقينا وعلى الاغصان ما حلوا ينسانا الطير الشادي ونحن حكايات في بالو منا نغمات موالي ونحن حكايات في بالو لما الناس مات تحلال وبين الغابات بينادي لما الناس مات تحلال وبين الغابات بينادي الله
أنا كتير مبسوطة أرجع أشوفكم كلكم. بدي أقول لكم إنه كانت بروموسيون كتير حلوة، يعني كنتوا كلكم متجننوا، أصواتكم كلها حلوة، نحن فخورين فيكم، وشو ما تعملوا أكيد نتمنى لكم كل التوفيق كلكم. إن شاء الله كلكم فعلا عن جد بتستحقوا كلمة نجم. أنا ما بحب عادة الألقاب، بس نجم يعني حدا عم يشتغل على حاله تي هيك ينور شوي حياة الناس المليانة كتير قصص ومشاكل. أنتوا رح تكونوا هيد هيك فسحة النور اللي رح تعطيهم سعادة ورح تنسيهم كل همومهم. إن شاء الله تكونوا هيك، وإن شاء الله تعملوا خطوة صغيرة بالموسيقى العربية بشكل عام، وتضيفوا شيء حلو، لأن إحنا مشتاقين نسمع أشياء حلوة. أنتوا بتخيل مروركم هون عطاكم هيد الفرصة أنكم تكونوا موجودين برا بشكل كبير، وأنتوا اكتشفتوا هيدا الشيء. عليكم بعد تعرفوا تختاروا بحياتكم، وتعرفوا تبنوا مشواركم خطوة خطوة، تتقدروا تضلكم محافظين كل حياتكم على هيد المحبة اللي بتحبكم إياها الناس. أستاذ علي تفضل، المسرح إلك. بمجموعة الأشياء اللي مرقوا معنا على السريع، مين متذكر شو تعلمنا هون موشحة؟ لما بدأ يتزنى هيك على الروح الحلوة بيناتكم. سيو شكرا كثير على الكادويات. ميرسي غلط ميرسي.
اخر بريك مشاهدينا بحلقتنا وبنرجع نحن وياكم، خليكم معنا. منتابع حلقتنا، الأكاديمية رجعت للحياة مع عودة الطلاب، وشو في أحلى من جلسات الأغاني ضل صداها بالأكاديمية. كنت أغني تتفكر الأيام اللي كنت فيها محور، اللي كنت فيها محور، تفكر الهوى طاير وتعشش في الشجر، وتعشش في الشجر، اللي ما عنده قلب حنين يفهم معنى غناك مني، اللي ما عنده قلب حنين يفهم معنى غناك مني، نتفاهم برحنا عبد القادر يا ابو على بدات الحال عليا داوي حالي يا ابو على سيدي رفع عليا حموله حموله تجري يا باي عليا يما يا جري يا باي عليا يما زاكي Yeah.
مع أغنيات الطلاب مننهي حلقتنا لليلة مشاهدينا، ملتقانا بيتجدد بكرة معكم بنفس الوقت. باي باي.